بلال مرفوض في المغرب. ما يكونش عندك طلب باش تكون عندك الجنسية المغربية مثل شاب خالد، اش ندير بيها؟ ما تدير بيها والو. سي بلال استهزأ بالجنسية المغربية. بلال جنسية مغربية اللي يعطوني فيها كل شيء باطل، نديها نشري بها لاكريم ونشري فيلا. قال لك اشري بها لاكريم، فيهم جوع قديم. كبر في الجوع كله بغير ما ياكل. سي بلال استهزأ بالجنسية المغربية وفي لاكوب دو موند شجع فرنسا كونتر المغرب. شكون شجع في لاكوب دو موند؟ كنت لحق على الحق مع فرنسا. ما كاش الجزائر كنت مع فرنسا. كيشجع فرنسا عادي جدا. هذيك ماما خاصو يدير الرضا ديال ماما. اغتصبت لي باه، حطات لي راسو في المتحف الانساني. دونك انت يا ما تستحقش كاع تحط رجليك في التراب المغربي. شاب زبالة بلال يدخلش عندنا المغرب. شوفوا هما يا كيفاش الشاب خالد قال غير المغرب احسن من سويسرا. المغرب احسن بلد في العالم. منعوه ما يدخلش الجزائر رغم انه ما ساش الجزائر. بركه من استهزاء. اللي ما كيبغيش المغرب ما عندنا وما يجي يدير عندنا. وديما مغرب، واللي ما يبغيش بلادنا ما عندهم ما يدير في البلاد ديالنا وما عندوش حق يدخل لبلادنا. على قلة المغنيين عندنا في بلادنا اللي راهم كيغنيو راهم واصلين للعالميه. جيبوا مغنيين مغاربه ودوك الفلوس ياكلوهم وليدات المغرب. الحمد لله المهرجان ديال ميدلت راه تانولا ووصلنا للهدف ديالنا. الان بقات لينا انجا مراكش وكازا. وسيدي كاع ولا انا ما عرفتش كي نعبر كاع يا خويا. انا متاسف وانا متاسف وانا متاسف. عاد قديتها عاد تقوت تحاول.